لكش مرتبة، لك طلع كيف بتضل بغرادة. سيلين التي لطالما كانت الشغلة الشاغلة لعائلتها بروحها المرحة وذكائها، بات اليوم مقتلها على يد خادمتها التي ربتها من عمر الأشهر لغزا حير الرأي العام. وبعد عرض المشاهد التي وثقتها كاميرات المراقبة في المنزل، زادت التساؤلات في شأن نقاط معينة. ولأنه كان لدينا تساؤلاتنا أيضا، ذهبنا إلى منزل العائلة وشاهدنا اليوم كله وبتفاصيله، فحاولنا إيجاد إجابات للنقاط التالية. ما الذي رأته سيلين في غرفة الخادمة؟ هل كان مع الخادمة أحد في المنزل أم كانت لوحدها؟ ولماذا أطفأت الخادمة الكهرباء مرة ثانية بعد قتلها؟ الوالد الذي وصفه البعض بالبارد تبين أنه قرر وضع كل تركيزه على ما جرى خلال هذا اليوم، فحبس عواطفه ليجد إجابات يقول إن سيلين لن ترتاح قبل أن يصل إليها. أنا كان بدي تشريحها. أما قالت لي، يعني أول شيء قلت لهم بدي أعرف كيف ماتت، البنت يعني كل شيء كان صاير معها، أنا مطعمة قبل بيوم وعليها شوية حرارة، عرفتي كيف؟ أما قالت لي ما تعذبها، وستة ما تعذبها، وخالت يعني أخواتي وأمها وكله ما تعذبها، وعم نبكي وعم يبكوا وكلهم حالي. وهنا نحلل الشريط مع ياسر الذي شاهده مرات عدة مركزا على أوقات محددة، ومنها إغلاق الخادمة ستائر الشرفة قبل قطع الكهرباء، وهي عادة لا تغلقها أبدا في النهار. سكرت البرادة، ما بحياتها مسكر البرادة بهذا الوقت. بتجي لهون بتفوت لعندها أوضتها بتدور، ونعسانه، كانت نعسانه، بتقعد 10 ثواني وبتظهر تركض ركض على تختها. بس يعني بعد حرام، بعد ايه مزعوجه، بس منا خايفانه، منا شايفه شيء بالاوضه. ليكي عمتين بتخاف البنات، احنا كنا فاكرين شايفين، شايفه حدا معها لو في حدا كان سجلت الكاميرات اللي برا، ما في 100% هون ما في حدا، بعد ما طافي الديجونتير يبين لتفوت حدا من المخفي. سيلين إذن، والتي بدا عليها التعب بعد اللقاح الذي أخذته في اليوم السابق، عادت إلى غرفتها بشكل طبيعي وشاهدت التلفاز إلى أن خرجت بوداي من غرفتها تحمل أدوات التنظيف، فقالت شيئا لسيلين من دون دخول غرفتها، فخافت سيلين وغطت وجهها أكثر من دقيقتين إلى حين جرى قطع الكهرباء. طلعت منيح ما في حدا بالبيت، وبتك الديجونتير نص ساعة بالضبط. هنا وبعد نصف ساعة تعود الكهرباء وتكون سيلين قد توفيت. تشرد بداية بضع ثوان في المطبخ قبل أن تقرر البدء بتنظيف المنزل كأن شيئا لم يكن. هون كانت قتلتها وخالصة، هي البنت من هون ما عادت تتحركت، ما عاد في بنت عم تفحصها هون، وهي عيونها مفتحين هون بس عم تدوسها إذا سقعت. وبعد نصف ساعة أخرى تقرر قطع الكهرباء عن المنزل مجددا، لكنها تقرر التذاكي في اللحظة الأخيرة. وعند عودة الكهرباء نجد أن سيلين تكشفت ورفع عنها الغطاء، ترجع تتخبى وراء الحيط وهون كمشى. والواضح أنها دخلت مجددا غرفة الفتاة وقامت بشيء لا نعرفه، ويحاول الوالد أيضا إيجاد إجابة عنه. معقول عملت هيك لتخرب عليكم السفرة؟ ما بعرف، حنعرف. أما عندما اتصلت بأهلها لتخبرهم أنها لا تتحرك، تظهر برودة الأعصاب واضحة حتى عند ادعائها بأنها تسعفها بطريقة وحشية أيضا. وعندما طلبت منها الوالدة أخذها مع الناطور إلى المستشفى على أن تذهب مباشرة إليهم، حملتها بخبث حتى أنها رمتها على كرسي بجانب المدخل لتدخل وتغير ملابسها طوال أكثر من دقيقتين، فسيلين ميتة. لما العجلة؟ هنا هذه هي غرفة الخادمة التي اختفت فيها حوالي 10 دقائق قبل قتل سيلين. وهنا نجد الكثير والكثير من الملابس التي كانت في غرفتها، وطبعا هي مبعثرة بعدما جاء المحققون إليها ووجدوا المسروقات داخلها. من هنا خرجت الخادمة، ذهبت أو جاءت إلى المطبخ هنا وقامت بإنزال ساعة الكهرباء أو قطعها، ومن ثم جاءت إلى هنا إلى غرفة سيلين التي كانت نائمة وخائفة في تختها، وقامت بعدها بخنق سيلين في هذه الغرفة. الوالد المكسور يجول في المنزل يستحضر صور ابنته وهضمتها ومواهبها، ويتمنى لو أن سيلين ما زالت تحت الغطاء تلعب معه الغميضة. كنت أقول ما جاب بنت بعد ما خلف، يعني يلا
1 2 3